اما هلا سلمى بنكون باولى محطاتنا الصباحيه لليوم مع عالم الطب والصحه، ورح نحكي عن موضوع كثير مهم بهم كل السيدات والصبايا والامهات، الاجهاض المتكرر. يمكن هي تجربه مؤلمه بتمر فيها كل امراه او سيده. حسب الاحصائيات 3% من السيدات بيعانوا من الاجهاض المتكرر، وله اكيد اسباب. هي مشكله يجب استشاره طبيب لعلاجها. يعني يمكن الام لما تتكرر هي الحاله ما عم بصير عندها خوف وانه ما رح ترجع تحبل، يمكن يصير عندها بعد فتره عدم انجاب، لا هي مشكله لازم تاخذ وقتها لحتى تحليها. صحيح نور، مثل ما قلتي لا يعني الاجهاض المتكرر ابدا انه المراه ما عادت رح تقدر انه هي تكون حامل، ولكن هذا يعني انه هو مؤشر لمرض او سبب معين يجب علاجه. وبالتالي بهذا بعد اول اجهاض او ثاني اجهاض فورا لازم الام تتوجه للطبيب المعالج لحتى تعرف الاسباب وليش ممكن تكون هي الحاله موجوده. طبعا هي الاسئله رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو دكتوره فاطينه طالب، وهي اختصاصيه بالامراض النسائيه والجراحه والتوليد. بدنا نقول لها اهلا وسهلا فيكي، واليوم يوم مميز، يعني اليوم ضيفتنا انت للمره الاولى وعيد ميلادك كمان. الله يسلمك يا رب، وانت سالمه يا رب، يسعد صباحكم ويسعد صباح الساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بخير على بالك. يا رب يخليك. يمكن لما نقول اجهاض دائما، يعني هي اساسا الكلمه مخيفه ومرعبه لكل سيده بتسمعها. كيف اذا مرت بالتجربه؟ هي تجربه قاسيه لانه بنعرف حاله الامومه والحمل قديش بيعني للمراه وقديش بيشعرها بانوثتها. هي تجربه استثنائيه بتمر فيها كل سيده. بس خلينا نحكي عن اسباب الاجهاض المتكرر. يعني بنسمع عن حالات كثير بالعائله بالمجتمع انه يعني حبلت وروحت، بيقولوا لك مو اكثر من مره، بكون في مشكله هون. بيكون في خوف عند الصبيه او السيده انه معقول ارجع احبال، معقول ارجع فيني اجيب اولاد ولا لا. الاسباب اللي ممكن تكون وراء الاجهاض المتكرر عند السيده. بدايه شكرا لكم ولاستضافتكم الكريمه، وصباح الخير لكم وللساده المشاهدين. قبل ما افوت باسباب الاجهاض المتكرر خليني اعرف امتى بقول انه هذا اجهاض متكرر. الاجهاض المتكرر بالتعريف هو حدوث 3 اجهاضات متتاليه قبل الاسبوع 20 من الحمل، يعني قبل بالثلث الاول من الحمل وقبل الشهر الخامس. ومثل ما تفضلتي وحكيتي تقريبا 3% من النساء عم يتعرضوا لحاله هيدا الاجهاض، وبالتالي عم بيكون في له تبعات نفسيه ومعنويه للست. هلا ابرز واهم الاسباب الاجهاض المتكرر هو الاسباب الوراثيه او على مستوى المورثات او الصبغيات. فلاحظوا بالدراسات انه 50% من حالات الاجهاضات المتكرره عم بيكون السبب هو خلل بالمورثات، اما زياده فيها او نقصان. هذا الخلل عم بيكون خلال فتره تشكل وانقسام الجنين، وبالتالي هذا عم بيؤدي لتشوهات كبيره غير قابله للحياه وعم بتؤدي الى انه يصير الاجهاض. ثاني سبب من الاسباب اللي ممكن يكون وراء هيدا الاجهاض المتكرر هو التشوهات اللي موجوده بالجهاز التناسلي عند السيده الحامل. مثلا تشوه على مستوى الرحم مثل رحم ذو القرنين، او اذا كانت رحم مقوسه احيانا ممكن يكون في عندي اورام ليفيه ضمن بطانه الرحم بتوصل لمرحله معينه وحجم معين بتؤدي لحدوث الاجهاض. او في بعض الحالات بيكون في عندي قصور بالفوهه الباطنه لعنق الرحم اللي هي المفروض تكون مغلقه طيل فتره 9 شهور، ولكن بسبب حاله معينه عند السيده لديها تشوه معين بصير في عندي توسع بهيدا وبصير في عندي الاسقاط. طيب دكتوره، عاده بنسمع يعني اسباب غير اللي انت حكيتي عنها. في لسه اسباب هي كثير، يعني مثلا بيقولوا لك الحالات النفسيه احيانا اذا مرضت الام الحامل بالشهر الاول تعرضت لارتفاع حراره او لاي مرض ممكن وهي لسه ما بتعرف او بتعرف ان حامل، هذا ممكن ياثر. وكثير اسباب ثانيه فينا نحكي عنها، وخصوصا الشيء الشائع مثلا انه لا تلبسي كعب، لا تمشي بسرعه، لا تطلعي دراج، لا تحملي شيء ثقيل. هدول الشغلات اللي هي موروثه للاسف يعني بالدراما. فخلينا نحكي المعلومه الطبيه. هلا بالنسبه للاسباب اللي تفضلتي وحكيتي عنها اللي هي الموروثات الشعبيه اللي موجوده، الحمل هو حاله فيزيولوجيه طبيعيه بتستمر خلال فتره 9 شهور، ما بتحتاج السيده فيها لاي يعني مدارات بالشكل المجحف اللي عمالي بنسمع عنه وبيطلعوا عنه. لا تتحركي، لا تروحي، لا تجي. تمام. كل هيدي الحالات الرياضه فيها، تمارس الرياضه خلال فتره 9 شهور كلياتها بدون اي اشكاليه، وخصوصا حتى بالاشهر الثلاثه الاولى ما بتؤدي لحدوث الاجهاض. بس ما بيختلف بين شخص وشخص او حاله وحاله؟ طبعا. يعني في حالات مثلا ممكن لون لا
مجهود زايد ما بيمشي معكم؟ هي بنحكي فيها نحن ما كملنا اسباب الاجهاض لانه في عندي حالات هي بتكون سيدات معرضين اكثر من غيرهم ليصير عندهم اجهاض، مثلا اذا سيده عمرها فوق ال 35 سنه لاحظوا انه عم بزيد نسبه الاجهاض، بتكون نسبه 50%، وقت اللي بنوصل لعمر سيده 45 سنه عم تكون نسبه الاجهاض 80%، فهي نسبه عاليه. السبب الثاني اذا سيده عندها قصه اسقاط سابقه فهي معرضه اكثر من غيرها ليصير في عندها اسقاط، اذا سيده عندها تشوهات قلنا بالرحم او بعنق الرحم فهي كمان معرضه للاسقاط، اذا في عندها بعض الامراض المزمنه مثل السكري وخصوصا اذا كان ما مضبوط ما معالج او بعض الاضطرابات الهرمونيه مثل القصور بالغده الدرقيه او ارتفاع بهرمون الحليب فهذا كمان بيزيد من حالات الاسقاط، اذا كان في عندي سيده مدخنه او بتتناول كحول او ادويه غير مرخصه كمان هي بتؤدي الى حدوث انه بتكون معرضه للاجهاض اكثر من غيرها، وتغيرات الوزن سواء زياده شديده بالوزن او نقصان شديد بالوزن كمان بيؤدي الى حدوث الاجهاض. فهدول الفئه هدول من لهم مراعاه بتكون لهم اكثر انه نحن نتجنبوا مثلا الاجهاض، يتجنبوا مثلا حمل شغلات ثقيله، يتجنبوا انه يصير في عندي والاجهاد فينا نقول الاجهاد المعقول يعني طبعا يعني ممارسه حياه اليوميه. المشكله لما نقول هي الثقافه العامة، يعني لما نعرض ضمن المجتمع بيقولوا لك امهاتنا كانوا يعملوا ويشتغلوا وما ياثر على حملهم، الطبيعه والبيئه اساسا نظافه الجو اختلفت، فالاجهاد لما نقول الاجهاد الطبيعي يعني السيده اللي بتشتغل بيتها بشكل طبيعي غير السيده لما قررت تتعزل هي بالشهر الثاني. تماما نحن عم نحكي عن هي التفاصيل المهمه والمعنيه لكل صبيه او ام عم تتابعنا، بس خلينا نحكي عن نقطه رئيسيه حكيناها ببدايه الحوار انه لما نقول اقل من اجهاض مثلا 3 وما فوق اذا كان مثلا هي اجهضها مره او مرتين نعتبره هو مانو اجهاض متكرر ولا هون بنوقف لازم انه نروح لعند الدكتور ونقول يجوز انه يكون في مشكله؟ لانه احيانا بتلاقي صبيه بترتعب من اول اجهاض بتخاف وبتتوتر وحتى حالتها النفسيه هي بتاثر بالاجهاض الثاني لانه هي تعرضت لتجربه سابقه. تماما. هلا نحن وقت اللي قلنا انه بتعريف هو 3 اجهاضات، فسيده وقت تعرضت لاجهاض او اجهاض ثاني يعني لمرتين فهي عندها عامل خطوره اعلى من غيرها. هو ما فيني اقول انه اجهاض متكرر لانه ممكن تكون مرقت لسبب من الاسباب اللي حكينا عنها بالاسباب الاسقاط ومرقت ما عاد انه يتكرر مره ثانيه، كونه نحن راجعنا طبيب واستقصينا الاسباب واخذنا العلاج المناسب وبالتالي نحن تلافينا المشكله، اما وقت اللي بيكون في اسقاطين فهي عندها عامل خطوره اكثر من غيرها ليصير في عندي اشهاد. طيب دكتوره كمان خلينا نحكي عن العوامل المؤثره الخارجيه اللي هي مو من جسم الام الحامل، مثلا بيقولوا لك تربيه الحيوانات ممكن تاثر هل تسبب اجهاض او لا، غيرها من التفاصيل في مثلا بنسمع عن الجراثيم جرثومه القطه او البوكسيلوزما هيك توكسوبلازموس، تمام فخلينا نحكي عنهم. هلا جرثومه القطه او التوكسوبلازموس هو مرض بسببه نوع خاص من الطفيليات اسمه المقوسات الجونديه او التوكسوبلازموس جوندي، هذا الطفيلي بيعيش بامعاء القطط ولحتى ينتقل لاي انسان بده يكون الانسان على تماس مع البراز او خروج القطه الملوث بهذا الطفيلي، يعني اذا تناولنا خضار او فواكه ملوثه بهذا البراز رح ينتقلنا هيدا الاصابه، اذا كان في عندي قطه مثلا عم تتعامل مع تحممها تماما تماما هي القطه مع برازه عم تبدل البراز بدون ما تلبس كفوف او بدون ما تكون اخذه احتياطاتها، فقط التعامل مع الخروج مع الخروج او اما اذا القطه بقلب البيت هذا ما بياثر طالما هي ما عم تخرج للخارج ما عم تاخذ الاصابه واخذه ادويتها ولقاحاتها ونحن عم ناخذ احتياطاتنا بالتعامل معها ما بتأثر. طب يقولوا لك حتى مثلا هي كمان من الثقافات المعروفه مثلا موروث شعبي انه كمان الوبر تبع القطه بيعمل لك كيس شعر بياثر على انجاب، هي كلها اقاويل كثير بتسمعيها، مع انه بنشوف بالغرب انه بدال الحيوان بكون عم يربوا 10 حيوانات وبتلاقيها عندها بدال الولد 3، بس مع ذلك بتسمعي هالقصص بتخوف، يعني اي سيده ببدايه زواجها حابه يكون عندها ولد وحامل بتسمع كثير من المحيط اللي حواليها بياثروا اساسا على نفسيتها، فقديش هي القصص يمكن فيها عامل صحيح او عامل غلط وبتلعب كمان دور كثير كبير بدعم النفسي للصبيه. هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي الحيوان الاليف موجود معنا بشكل عام، يعني مو شرط انه حتى تربيته بالمنزل، بس وقت اللي نحن عم نربيه بالمنزل عم ياخذ ادويته وعم بيكون الاحتياطات اللازمه، الناس اللي بيكون اصلا عندهم مشاكل صحيه مثلا عندهم مشاكل بالربو وعندهم مشاكل تحسسيه او كذا هي ممكن انه ياثر عليهم، مو لانه هو كقطه بالوبر تبعيتها اي نوع من انواع اللي ممكن انه يكون فيها اوبار او شيء او كذا ممكن تاثر على حالتهم. هلا بالمتوارث
والمعروف عند الأغلبية إنه جرثومة القطة بتعمل إسقاطات متكررة ونحن ما لازم تعمل هي لا هو طفيلي بينتقل قلت لك وبمجرد الإنسان ما تعرض للإصابة الجسم بشكل عدوى والحالة بتشفى بشكل طبيعي بدون أي علاجات دوائية. الخوف اللي بيكون وقت اللي بصير الإصابة لسيد الحامل وهي حامل بالثلث الأول من الحمل إذا كانت الإصابة فعالة فهون بتؤدي لحدوث الإجهاض وهي أحد أسباب الإجهاض. إذا كانت الإصابة بالثلث الثاني من الحمل هون ممكن تسبب لي تشوهات بالجنين، وإذا ما انتقلت الإصابة للجنين الأم كانت أخذ مناعة نتيجة العدوى السابقة فهون ما بتنتقل الإصابة للجنين، وبياخد أدوية وعلاجات للأم مشان نحافظ أنه ما تنتقل الإصابة، ومنتابع مع طبيب الأطفال بيكمل الطفل علاجاته بعد الولادة. طيب دكتورة خلينا كمان نحكي عن كيفية العلاج، يعني إذا شخصت الحالة إنه هي عندها إجهاضات متكررة وتبين السبب أحد الأسباب اللي حضرتك حكيتي عليه، كيف رحلة العلاج وهل تختلف بين سيدة وسبب وسيدة أخرى؟ تماما. هلا نحن علاج الاسقاط المتكرر هو انه نحن نعرف شو السبب، العلاج بيتماشى مع السبب، يعني اذا كان السبب هو عباره عن اضطرابات صبغيه او بالمورسات فبننصح نحن هون الست الحامل اللي عم تخطط للحمل او اللي بدها تحمل انه تتناول حمض الفوليك خلال الاشهر الثلاثه الاولى قبل الحمل. اذا كان السبب هو تشوهات بالرحم بنصلح هذا التشوه عن طريق الجراحه او بنعمل تطويق لعنق الرحم اذا كان قصور في البول الباطنه. اذا كان السبب هو اضطرابات بالمناعه او بالتخثر بنعطي الادويه اللي بتثبت جهاز المناعة عند الأم أو الأدوية المميعة للدم اللي بتوقف هي. إذا كان اضطراب هرموني بنصرح الاضطرابات الهرمونية، أو إذا كانت المشكلة هو مرض مزمن مثل الداء السكري وغير مضبوط بنعالجه، وإنه تبتعد عن التدخين عن المشروبات الكحولية، تعتني بالغذاء المتوازن، تأخذ الفيتامينات الكاملة، وأهم شيء إنه نعمل دعم نفسي ومعنوي للسيدة اللي تعرضت للإجهاض لأنه الحالة النفسية بتلعب دور كثير كبير. هي نقطة كثير مهمة رح تحكي عنها كمان، بس خلينا نحكي دائما بتكون مخاوف دائما لما تقول لك أي سيدة بتمر بحالة حمل خصوصا الحمل الأول، بيقول لك أول ثلاث شهور هي الشهور يعني إذا ما لقت على الخير بكمل آخر ثلاث شهور، يعني دائما في خوف بيخوفوها للصبية. طب إذا أول ثلاث شهور وآخر ثلاث شهور هو ثلاث شهور اللي بالنص اللي أنا فيني أتعامل مع الحياة بشكل طبيعي، خلينا نحكي عن شهور الأخرانيات، يعني اللي بيكون مثلا الجنين تكون كل شيء سليم. أحيانا بنسمع عن حالات إجهاض، احيانا ممكن المشيمه بيكون فيها مشاكل، حركه غلط قامت فيها الصبيه او السيده اثرت، بتلاقي فجاه قررت يعني الطبيبه الدكتوره تبعها انه السابع والثامن بدك تسطحي لانه صار في خلل هون باخر ثلاث شهور الاولى. خلينا نحكي عن هدول الحالات، يعني نحن حكينا عن اول ثلاث شهور بيقولوا لك الثلاث شهور الثانيات هن الامور بتمر، اخر ثلاث شهور هدول قديش يمكن الامور بتكون فيهم حساسه، طريقه التعامل بتكون اساسا كبر بطنه للصبيه صارت اتقل، ما عاد فيها تمارس حياتها ونشاطها بشكل طبيعي ويومي مثل ما قلنا اذا مارسته ما راح ياثر على الحمل بشكل طبيعي. هلا نحن مثل ما حكينا بالبدايه الاجهاض المتكرر اذا كان في عندي مشكله فنحن عالجناها، عالجنا السبب، فنحن طالما هي الاسباب موجوده بنكون اخذين احتياطاتنا بالاشهر الثلاثه الاخيره من الحمل. اغلب اسباب الاجهاضات اللي ممكن تصير بالاشهر الثلاثه الاخيره من الحمل او المشاكل بتضطرنا نحن انه ننصح السيده انه هي تريح وتقعد بالبيت بدون مثلا اي مجهود او هيك. اذا صار في عندي انبثاق بالسائل، يعني صار في عندي تسريب من السائل الامينوسي اللي حوالين الجنين، هذا بيؤدي نتيجه مثلا الالتهابات النسائيه المتكرره غير المعالجه ممكن تؤدي لانبثاق ويخرج السائل من حوالين الجنين، هون لازم انه تريح الست ونعطي العلاج المناسب. احيانا ممكن اذا صار في عندها مجهود معين او حركه معينه مثلا شيء خارج وقعه صدمه حادث لا سمح الله، بصير في عندي شيء بنسميه انفكاك بالمشيمه جزئي او احيانا ممكن يكون في رد، فبصير في عندي شويه نزف، هون كمان بنصح السيده انه هي تريح وتاخذ ادويتها وبدون اي مجهود. السبب الاخير اذا كان في عندي لا سمح الله انه تقلصات بالرحم بنسميها نحن مخاض باكر، كمان تعرضت الست مثلا لتوتر معين او شيء معين، او احيانا حاله مرضيه معينه كونه في عندي قصه اجهاض الرحم فيه مثلا تشوه او شيء فهي او قصور بالفوهه الباطنه، فبدنا نتابع نحن بالاشهر الاخيره صار عندي مخاض مبكر، هون كمان بنعطي الادويه الموقفه للمخاض وننصح الست انه كمان طيب تريح. الصبيه اللي بنسمع عنها كثير مثلا بيقولوا لك رحم قالب بس ممكن تحبل، هذا بيؤدي لإجهاض ممكن ولا لا؟ اطلاقا ما بيأثر على نحن بتكون الطفله خلال الحياه الجنينيه الرحم له وضعيتين،
وضعيه بنسميها انقلاب امامي، يعني بيكون الرحم راكي على المثانه خلينا نقول، والوضع هذا موجود تقريبا عند 80 ل 85% من السيدات. الحاله الثانيه هي ال 15% الباقيه هي بيكون انقلاب خلفي او راكي على المستقيم، وهي كمان حاله طبيعيه، يعني بتحمل الست، وفي كثير من الستات بيكون انقلاب الرحم عندهم خلفي، بتلاقيهم عندها 6-7 اولاد او 10 اولاد واصلا ما بتعرف انه انقلاب خلفي، ما بيأثر. فهو ما بيأثر ابدا. طيب دكتوره كمان خلينا نحكي، يعني اليوم بهذا الوقت اللي نحن فيه صرنا عم نسمع كثير مرض العصر صار كيسات المبيض عند السيدات، وبنسمع انه هذا بيأثر على الحمل وخصوصا على الحمل الاول، وانه هو فتره العلاج، وخصوصا انه ادويته هي هرمونيه مانعة للحمل، فاذا صبيه عم تتعالج بيقولوا لها لا وقفي الدواء والا ما رح تقدري تجيبي اولاد، وبتصير بتخاف يا ترى انا اذا اخذته لفتره طويله رح يأثر، فهل هي المعلومات مضبوطه؟ هلا هي لحد ما فينا نقول بالنسبه للمبيض متعدد الكيسات او تكيس المبايض هو عباره عن متلازمه. شو يعني متلازمه؟ هي مجموعه اعراض مجموعه كلها تحت بند اللي هو متلازمه المبيض متعدد الكيسات. لحتى نشخص انه هي صبيه او هي السيده عندها مبيض متعدد الكيسات، في عندي عده معايير. معايير اول شيء بالمخبريه بدنا يكون في عندي انقلاب نسبه الاف اس اتش على ال اتش، وبده يكون في عندي حاله مقاومه للانسولين يعني شبيهه بالداء السكري عند الصبايا. بالإضافة أحيانا ممكن يكون في عندي مشاكل بالغدة الدرقية أو بهرمون البرولاكتين الحليب. في عندي معايير صدوية بالإيكو، بدي يكون في عندي عدد الكيسات الموجودة على محيط المبيض، توزعها محيطي على المبيض مو أنه بكامل المبيض. إذا اعتبرنا المبيض مثل كرة، فالجريبات اللي موجودة بقلب المبيض لازم تكون موجودة بكل شيء، بكل الأماكن بالحالة العادية. أما وقت اللي بيكون في عندي تكيس مبيض بتكون موجودة بجدار المبيض مصفوفة مثل عقد اللؤلؤ بنسميها، وبيكون جدار المبيض سميك، فبتكون الإباضة شوي صعبة، فمشان هيك ممكن انه اذا تاخر مثلا عندهم حدوث الحمل لهدول الصبايا. تمام. احد العلاجات لعلاج المبيض متكيس المبيض متعدد الكيسات هو انه تتزوج الصبيه، لانه على تحريض الاباضه بلب المبيض السميك اللي عم يعمل خربطه بالهرمونات، بالاضافه لجدار المبيض تخرب وبالتالي صارت الاباضه شغاله، ومخزون المبيض عندهم بيكون كثير عالي لانه عدد الجريبات كثير عالي، ففرصهم بالحمل بتكون عاليه كمان. خلص وقتنا معك دكتوره، كنا سعيدين بوجودك. حاولنا يمكن نسأل جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال أي صبية هلأ ببداية زواجها ويكون عندها حمل، ما تكون خايفة أو متوترة وتمر هي المرحلة بسلام، وفعلا تجربة استثنائية تعيشها بكل حب وطاقة. شكرا كثير إليك. شكرا كثير لكم ولاستضافتكم اللطيفة، وإن شاء الله دائما هيك بنشوفكم بخير.